الصاحب لابد أن يعلم صاحبه، لابد أن يربي صاحبه من أجل أن تكون هذه الصحبة صحبة توصلنا إلى الجنة، صحبة غدا يشفع لي صاحبي بين يدي الله تعالى وأشفع له أنا بين يدي الله تعالى. ذكر الإمام القرطبي في تفسير قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال: إن أخوين صالحين وأخوين فاجرين، مات أحد الصالحين فأوقفه الله تعالى بين يديه فقال: يا رب، إن فلانا أخي كان يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر ويدلني عليك، اللهم فهده كما هديتني ولا تضله من بعدي. شايف أخوك الصالح الأخ الذي هو من أخوة القرآن الكريم، من أخوة الحديث النبوي الشريف، من أخوة الصلاح والرشاد، ينفعك في حياته وبعد مماته. قال: فيموت أخوه الصالح فيجمع الله تعالى بينهما فيقول: ليثني كل منكما على صاحبه خيرا، فيثني كل منهما على صاحبه خيرا، فيقول الله تعالى: خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. ويموت أحد الفاجرين فيوقفه الله تعالى بين يديه فيقول: يا رب، إن فلانا كان يأمرني بالمنكر، هو دلي على المعاصي وينهاني عن المعروف، إذا بدي أعمل شغلة منيحة اللي بلاها، ويصدني عنك، اللهم فأضله كما أضلني ولا تهده من بعدي. يا لطيف، الفاجر يؤذيك حتى بعد موته. مرة أظن أحد الإخوة هنا في المسجد أو في مسجد أنس قال إنه أنا لي صاحب أحبه محبة شديدة، مرة نسي جزدانه عندي، كنا في مكان ونسي الجزدان، فأنا فتحت الجزدان بدي أعرف جزدان مين هذا، فشاهدت فيه إيصالات تبرع لجمعية خيرية، هذه الإيصالات مكتوبة باسمي، هذا اللي فتح الجزدان ولقى الإيصالات سحبها، لقى أنه الإيصال إيصال تبرع مثلاً بألف ليرة ووصلني من المحسن، أم هو لقى اسمه، دور بالمكان الهوية وإذ لقى هذا جزدان صاحبه، هذا الذي يعني يجالسه، فاستغرب: طيب صاحبي، بس أنا مالي متبرع بهدول الجمعية الخيرية، بس أنا لقى بقلب جزدان صاحبه. فلما لقيه قال: ما هذا؟ قال: والله أنا في كل أسبوع أتبرع بصدقة وأجعلها بين يدي الله تعالى لك. لرفيق الصالح والله يأتيك خيره ويأتيك نفره من حيث تدري ومن حيث لا تدري، وأنت نائم في فراشك هو يدعو لك. كان الإمام الشافعي يقول: إني لأدعو لسبعين أخاً من إخواني أسميهم بأسمائهم. أنا في 70 واحد بيناتكم سجلهم هيك، واحد أفا واحد، واحد أفا واحد، هكذا يقول الإمام الشافعي.